بس ما ينفعش وانا بهرج مع واحد صاحبي تيجي تقول لي انت بتعمل كذا وبتعمل كذا. خلينا بس ايه نتفق ان اتحاد الكوره هنتكلم على 90% من الجول اللي مسكوا اتحاد الكوره يا من الاهلي يا من الزمالك. ما تقوليش لا اصل اصل ده متعصب ولا مش متعصب. بصوا بس قبل اي قبل انا يا جماعه ما اكون زملكاوي انا مصري. تمام؟ وكلنا وقبل اي حد اهلاوي ما يبقى اهلاوي هو مصري. كل ما هو اقدر اقوله لك ان هو تعال امسك فيا وقول لي في عدل ولا مفيش عدل؟ في تطبيق لوائح ولا مفيش تطبيق ولا لوائح؟ مالكش دعوه بقى. وليك عليا ان انا عمري ما هيحصل ان في كلمه هتطلع وانا متولي المسؤوليه والكلام ده ولا. الخمسه دول اللي بتشرف بالوجود معاهم بيديروا الكره المصريه. واحنا واخدين طب انا معايا محمد فضل ومعايا احمد عبد الله ورحمه عبد الله. ويعني اقطاب والله العظيم كل اي انتماء او اي حد. يا جماعه كابتن محمد حسن حلمي كان رئيس اتحاد الكوره ها واللي راح اداله صوته كابتن صالح سليم رحمه الله عليهم الاثنين. فموضوع اهلي وزمالك وانا هقول لك حاجه ده انا والله العظيم اصحابي جوه اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي اكتر من 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 اللي من الاعضاء الزملاء برضو اللي موجودين في الزمالك بس في زميل وفي صاحب وفي وفي. فبلاش نقعد نسخن في الماضي. واحد بيهرج المهندس عادل قيعي برضه لما طلع قال وكنا بنقعد نهرج مع بعض في التليفون بس انا ما عنديش فيسبوك. ايوه ماشي طب ما ذنبي بقى ان انا كان عندي فيسبوك شخصي